وفي محافظة ذمار نظم أبناء مخلاف الجبل في مديرية ظهران وقفة احتجاجية أكدوا من خلالها استمرارهم وثباتهم في وجه العدوان وجرائمه ورفض جبهات القتال بالإمكانيات المادية والبشرية. نظم اليوم أبناء المسوح وبيت الزاب والشريعة بمخلاف الجبل مديرية ظهران وقفة احتجاجية بمناسبة مرور عام من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وعام من الصمود في مواجهته. أكد فيها الحاضرون أن استمرار جرائم العدوان لن تثنيهم عن مواصلة الثبات والصمود والتضحية بكل غال ونفيس حتى يتحقق النصر المبين. رسالة إلى آل سلول، نقول لهم ما جرى يوم السبت من احتشادات عظيمة في صنعاء فهي رسالة كاملة إذا كان لهم عقول يفقهون بها. من بعد ذا قلب الفتاة يتألم على البشر والبنية التحتية، كم يا مدن، كم يا قرى تتهدم، كم يا مدارس، كم محط صحية، كم يا مصانع، كم مزارع تعدم، كم يا مطارات، كم طرق برية، كم يا نساء وأطفال، كم نحصر، كم يا ضحايا، كم أسر ملهية، حتى مشاريع المياه ما تسلم والكهرباء والطاقة الشمسية. قافلة الوفاء لدماء الشهداء تابعت طريقها للحاق بركب أترابها من القوافل المساندة والداعمة للمرابطين في ساحات الشرف والعزة والكرامة، أبطال الجيش واللجان الشعبية، والتي بقدر ما تحمله من بذل وعطاء بقدر ما تتجسد فيها وحدة الهدف والمصير الواحد. نحن في بداية العام الثاني ونحن صامتون، وهاونا هذه القوافل التي تأتي من المديريات ومن القرى والعزل إلا دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطون في جبهات القتال في مواقع الشرف والبطولة. من أبناء عزلة المسوح وبيت الزاب والشريعة، ونحن متقدمين هذه القافلة للجيش واللجان الذي مرابطين في الجبهة القتال، وإن أرسل رسالة إلى آل سلول إن إحنا صامتون 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 إن شاء الله حتى تقوم القيامة. وقدمنا هذا القافلة الغذائية، ما هي إلا قافلة متواضعة، وسوف نقدم الكثير تلو الكثير والكثير، قوافل تلو القوافل، ونحن قدمنا قوافل من الشهداء وسوف نزيد المزيد والمزيد. فداء لهذا الوطن وتضحية للمجاهدين والذين هم في ميدان الشرف والبطولة، وسوف نقدم أموالنا وأنفسنا ودماءنا فداء لهذا الوطن. يا سماء يا كواكب يا جبال اشهدي عن بطولات حققها صموت القبيلة، قبيلة صارمة ثارت على المعتدي، من غز أرض اليمن بات ادفنه بات زيله، ويلها الويل من وده مع المعتدي، لو طلع للسماء بالموت الأحمر نجيله، واسأل الترك والرومان وحلف الردي، وابره هدي غزا الكعبة بجيشه وفيله، كم دروس لقنوها أجدادنا وشهدي. يا سما يا كواكب عهد ما ننحني له، يا سما يا كواكب عهد ما ننحني له. ماجد السياغي لقناة اليمن من اليمن محافظة ذمار.